فصاحب السمو الأمير يحتاج إلى صفاء في الكويت، ويحتاج إلى استقرار سياسي حتى تقوم التنمية المبتغاة. لكن الأخ الرئيس، إذا كل يوم استجواب، وإذا كل يوم مناكفة، وإذا لو كان الموضوع قبل يعني صاحب السمو مضامينه، كنا نقول يعني ماشي. اليوم صاحب السمو قاعد يوجهنا إحنا أبنائه، ويطلب منا بطلب مباشر وصريح بأن لا تكون الأمور فيها لساء الاستخدام الأدوات الدستورية. لكن للأسف بعض الأخوة يفترض فيه أن يقدر الكلام اللي حصل، يفترض فيه أن يؤمن الاستقرار. إحنا اليوم أمامنا أمور كثيرة، نبي نطوي ملفات، لنا أخوان بالخارج محكوم عليهم، عسى الله يفك عوقهم، نتمنى أن نوصل إلى حل حتى يرجع الكل بيته وأسرته. لكن هذه المناكفة ستعطل جميع الأهداف الوطنية اللي إحنا ننشدها، ونتمنى أن نرجع بوحدتنا الوطنية ونمارس دورنا الدستوري والمحاسبي والرقابي.